ان المحاضرة تتصور، ولكن هيبقى بدءا من الاسبوع الجاي انا معايا الكشوف الاسماء، بحيث ان انا هاخد الغياب بشكل عشوائي. يعني ندهت النهارده ناس بطريقه عشوائيه، المره الجايه ناس غيرهم، وحاجه بشكل، لان الغرض ان انا ادي المحاضره كفيديو مش ان انت تنام، ان انا بساعدك لو حاجه فاتتك او ما كنتش بركز او حاجه وعايز ترجع للكلام ده ترجع، لكن مش الغرض ان انا بديك المحاضره دلوقتي عشان انت تقول خلاص بقى انام في البيت وابقى اشوفها على الفيديو. لا، مش ده الغرض خالص. الغرض هو مساعدتك، وخلي بالكم ان انت لما بتشوف حاجه فيديو استيعابك مش زي ما انت قاعد هنا كده مركز، الموضوع مختلف خالص. يعني الموضوع مختلف، هنا انت قاعد ومركز وممكن تسال زي ما انت عايز وممكن تستفهم وكده، غير لما تشوف حاجه مجرد كده كفيلم ولا حاجه بالشكل ده. لا، الموضوع مختلف، انت هنا في تفاعل بينك وبين اللي بيدي المحاضره، ولو عايز سؤال بتسال، مفيش اي مشكله انك تسال، عايز تستفسر عن شيء تستفسر. فالغرض ان انا ادي المحاضرات كفيديو انه ان انت يبقى عندك مرجع، حاجه فاتتك ولا حاجه تقدر ترجع لها بس، لكن مش الغرض انك تنام في البيت اطلاقا. ولذلك هيبقى معايا كشوف بدل من الاسبوع الجاي، وناخد غياب بطريقه عشوائيه. طبعا اللي هيبقى غايب هينقص عمل سنه على طول كده، الغايب هينقص عمل سنه. فانا بس بنبه على كل ايه الحاجات. طيب نرجع للكورس الثاني، زي ما بقول لكم الجزء العمل اللي فيه بيخليك، انا بسميها انجوي الكترونكس، ان انت الحاجه اللي انت بتسمعها بودنك بتنفذها. فاول حاجه بيبقى عندك يقين بان الكلام اللي بيتقال ده صحيح، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه لما انت بتنفذ بايدك بتستمتع بالحاجه دي فعلا، بتشوف كذا، ولو غيرنا كذا يبقى كذا، ولو عملنا كذا يبقى كذا، الكلام ده بيخلي احساسك بعمق الماده بيزيد جدا، يزيد جدا. وبالتالي الناس بتبقى مبسوطة وهي بتدرس هذه المادة، ده الهدف الرئيسي بتاعها. المادة بتنقسم لجزئين، جزء نقدر نعتبره انه امتداد للي خدتوه السنة اللي فاتت في سنة أولى، اللي هو انتوا انتهيتوا اعتقد بالامبليفايرز، ترانزستور امبليفايرز. فالدكتور هشام هيكمل معاكم الجزء ده، بعد الامبليفايرز بيدي، ما اعرفش انتوا خدتوا السنه اللي فاتت المصفت امبليفايرز ولا ما خدتوهاش؟ خدتوه، يعني خدتوا البي جي تي والمصفت. ليهم كمان بقى هتاخد بقى طبعا فريكونسي ريسبونس، هتاخد الديفرنس امبليفاير، هتاخد المالتي ستيج امبليفايرز، كام زي كده، ده هيكملوا معاكم ان شاء الله الدكتور هشام. فهو كان الدكتور هشام بيشتغل في ما يسمى الديسكريت سيركت. كلمه ديسكريت معناها مكونات منفصله، يعني الدائره مكونه من ترانزستور ومقاومه ومكثف وحاجات بالشكل ده. لكن انا الشغل اللي هشتغل معاكم فيه اللي هو الجزء الخاص بالانتجريتد سيركتس، اللي هو ايه؟ زي ما انتم عارفين ان هو حاليا الدوائر ما يعني اغلبها يعني ما بيتعملش ديسكريت، يعني ما بقعدش انا اكون الدائره من ترانزستور وديود ومقاومه ومكثف، عاده لا، كل الكلام ده بيتعمل داخل الانتجريتد سيركت كوان يونت. وبالتالي الانتجريتد سيركت دي بتبقى حاجه صغيره قوي، حجمها ما يزيدش عن عقلة صباع، وليها مجموعه من الاطراف، ويبقى جواها مئات بل الاف بل حاليا مليارات الترانزستورات اللي هي تؤدي الفانكشن المطلوبه منها. يعني من اشهر الاي سيات الضخمه جدا والكبيره مثلا البروسيسور اللي عندك في الكمبيوتر او في اللابتوب. البروسيسور ده فيه مليارات الترانزستورات. مش واحد ولا اثنين ولا خمسه ولا 10 ولا 100، لا. عندك مثلا الفلاشه. الفلاشه فيها مليارات الترانزستورات، ازاي؟ خليكم معايا.
لو قلنا فلاشة 8 جيجا 8 جيجا 8 جيجا ايه؟ الكلمة اللي بعدها ايه؟ بايت. جميل. جيجا يعني كام؟ يعني 10 أس كام؟ جيجا 10 أس كام؟ ها؟ أس كام؟ 9 أس كام؟ 10 أس 9. جميل. طيب البايت ده كام بيت؟ ها؟ 8. البيت الشباب اللي هي 1 أو 0. البيت ده 1 ترانزستور. البيت 1 ترانزستور. طيب ال 8 جيجا دي فيها كام ترانزستور بالشكل ده؟ احنا قلنا 8 جيجا 8 في 10 أس 9 في 8 اللي هي البايت اللي هي 8 بيت. طيب 64 في 10 أس 9 ترانزستور. فلاشة ال 8 جيجا فيها 64 مليار ترانزستور. الحقيقة أكتر من كده كمان. ليه؟ لأن فيها كنترول سيركت بحيث إن أنت إيه لو أنت مسجل على الفلاشة مجموعة فايلز عايز تفتح الفايل ده تقدر تفتحه وتفتح الفايل التاني وهكذا. فيها كنترول سيركت أيضا. فيكاد يكون فيها 100 مليار ترانزستور. دي 8 جيجا. طبعا أنتوا كلكم عارفين إن الفلاشات الحالية فيها أب تو عالميا 1 تيرا. ليه 1000 جيجا. فتخيل بقى عدد الترانزستورات قد ايه. طبعا تصنيع الحاجات دي اللي بيسمى الهاي تك، الهاي تكنولوجي. يعني العمليه مش سهله ابدا. يعني ان انت تحط على فلاشه مليارات الترانزستورات بالشكل ده دي حاجه مش حاجه سهله يعني. المهم ان موضوع الانتجريتد سيركت ده موضوع هو اغلبيه الدوائر دلوقتي بتتعمل بيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا الدايره بتاعتي مكونه ايه؟ ترانزستورات، ديود، مقاومات، مكثفات، حاجات بالشكل ده. الحاجات دي كلها بتتعمل من بي وان. انتوا عارفين بي مع ان تعمل لي ديود، بي مع ان مع بي تعمل لي ترانزستور. تمام؟ عايز تعمل مكثف بيتحط طبقه من المعدن وبعدين طبقه سيليكون دايوكسيد وبعدين ان او بي. تروح عامل لك مكثف. عايز تعمل مقاومة هي لاير من الـ N أو الـ P تمثل مقاومة وهكذا. كل الكومبوننتس يمكن عملها بالانتجريتد سيركت ما عدا كويل. الكويل ما يمكنش عمله بالـ P والـ N. له دوائر مكافئة. يعني ممكن تعمل دايرة تكافئ كويل. لكن ما هوش بيور كويل يعني ما هوش كويل مباشرة. فمعنى كده إن أغلبية الدوائر هتبقى انتجريتد سيركت ما عدا المكونات اللي من الصعب عملها بالانتجريتد سيركت زي الكويلز زي ما قلنا مثلا ترانسفورمرز ما عرفش تعمله بالانتجريتد سيركت او المكثفات الضخمه مثلا 1000 مايكرو فراد 2000 مايكرو فراد 3000 مايكرو فراد حاجات زي كده دي صعب ان انت تعملها بالانتجريتد سيركت. مكثفات كبيرة أو مقاومات كبيرة جدا أو صغيرة جدا، مقاومات كبيرة جدا وصغيرة جدا برضو في صعوبة إن أنت تعملها بالانتجريتد سيركت. الحاجات اللي بتاخد كرنت كبير. الحاجات اللي بتاخد إيه؟ كرنت كبير. لو حاجة بيمشي فيها كرنت كبير يبقى بتديسيبيت باور كبيرة. فده معناه إن الانتجريتد سيركت بقى تسخن وتعمل وتعمل زي كده فده مش مرغوب في الانتجريتد سيركت خالص. فبعض المكونات بضطر اعملها من بره. ولذلك انت لما تبص على اي بورد وتاكل مثلا مذر بورد ولا حاجه هتلاقي اساسا فيها انتجريتد سيركت زي البروسيسور او اي حاجه بالشكل ده. بالاضافه الى بعض المكونات الخارجيه اللي زي ما بقول اللي صعب ان انت تعملها بالايه؟ بالانتجريتد سيركت. تمام؟ فأنا هشتغل معاكم الجزء اللي خاص بالإيه؟ بالإنتجريتد سيركت. هم يعني هنشتغل ثلاث مواضيع، حاجة طبعا كل الحاجات دلوقتي. هنشتغل في ثلاث مواضيع الأوبريشن أمبليفاير وده حاجة بيزك بيلدينج بلوك في كل الإلكترونيك سيركتس. وهنشتغل على تايمر سيركتس وهنشتغل على
الفلترز. دول التلات موضوعات اللي انا هشتغل فيها معاكم. الدكتور هشام هيكمل الجزء بتاع الامبليفايرز، هيدي فريكونسي ريسبونس بتاع الامبليفايرز، هيدي الديفرنس امبليفايرز، هيدي الديزاين بتاع مالتي ستيج امبليفايرز وهكذا. فدي المكونات بتاعه الكورس. الجزء الخاص بيا هتلاقي فيه تطبيقات كتير جدا، ولذلك انا هقترح عليكم مشروعات كتير، وانت اختار المشروع اللي يريحك يعني، ما يهمنيش. طبعا المشروع اللي هيتقدم عشان اعمال السنه بيبقى بيشترك فيه اربع افراد في ويعملوا المشروع اللي بنتكلم عليه. في حد عنده سؤال لغايه كده او اي استفسارات؟ طيب، اثناء المحاضره انا ما بطلبش منك غير الهدوء بس. عايز تسأل اي سؤال تفضل ارفع ايدك وهجاوب السؤال، مفيش اي مشكلة ان انا اجاوب اي سؤال على الاطلاق يعني، مهما كان السؤال بسيطا ما فيش مشكلة ان انت تسأل السؤال خالص يعني. طبعا المحاضرة بتاعتي بتبقى تفاعلية، تلاقيني بسألك اثناء المحاضرة، هتلاقي بطرح بعض الاسئلة ونشوف الاجابات، لان ما احبش يبقى المحاضرة مجرد ترانسميتر وريسيفر، لا ما ينفعش هذا الكلام. نكتب مكونات الكورس والاجزاء كده كده واحده، وندي الريفرنسز كبدايه. الابواب اللي هناخدها مع بعض، الثلاث ابواب الاولانيه هديهم الدكتور هشام، ثلاث شابترز التانيين هديهم انا. وان شاء الله هنبتدي النهارده بالباب اللي هو بتاع الاوبريشن امبليفاير. اوب امب دي اختصار كلمه اوبريشن امبليفاير. بس قبل ما نبتدي في الموضوع بتاع اوبريشن امبليفاير، في مقدمات اساسيه لابد نعرفها. بص، اول حاجه لازم نبقى عندنا يعني خلفيه كده ايه اللي بتهدف ليه الابحاث في مجال الالكترونكس. في مجال الالكترونكس الابحاث بتهدف الى ثلاث اهداف رئيسيه. اول حاجه ان انت تقلل الاحجام بتاعت الدوائر والحاجات دي، يعني لازم الحاجه اللي كانت بتاخد بورده كبيره تبقى تصغر. ده بيتم عن طريق ايه؟ ان انت الانتجريتد سيركتس نفسها عدد الكومبوننتس فيها بيزيد جدا، فبالتالي انا مش محتاج الى مساحات كبيره. الكلام ده واضح جدا من خلال مثلا لما تبص للموبايلات بتاعت زمان والموبايلات دلوقتي. موبايلات زمان كان حجمها كبير وما بتعملش فانكشنز كتير، دلوقتي الموبايلات حجمها صغر وبتعمل فانكشنز كتيره جدا. حتى الموبايلات اساسا المساحه بتاعتها او جاي من مساحه الشاشه، لكن الجزء الالكتروني اللي فيها صغير جدا، لكن يعني المساحه اصلا مديالك كبيره عشان الشاشه تبقى كبيره، لكن الجزء الالكترونيك بتاعها صغير جدا. فاول حاجه في الابحاث الالكترونيه ان انت تقلل المساحات. نعم. تاني هدف ان انت تزود سرعات، زياده سرعات، وده طبعا انتم تلمسوه جدا وانت بالموبايل عايز تنزل داتا، فالداتا دي تفتح سايت معين عايز تشوف عليه حاجه، لو ما كانش الاداء بتاع السيركت سريع جدا ما تقدرش تشوف فيديو مثلا على الموبايل، هيبقى صعب جدا. فزياده السرعات يبقى اللي هي ده بنسميه فريكونسي ريسبونس. الفريكونسي ريسبونس بتاعنا يتحسن كتير، يبقى تقلل احجام تزود سرعات. الهدف الثالث انك تقلل الباور كونسومشن. يعني مثلا الموبايل اللي في جيبك ده لو بيسحب تيار كبير ايه اللي يحصل؟ لو الموبايل بيسحب تيار كبير ايه اللي يحصل؟ يسخن. دي حاجه. الحاجه الثانيه المؤثره جدا، البطاريه هتفضى بسرعه. البطاريه هتفضى، تلاقي كل ساعه ولا ساعتين عايز تشحن، ما ينفعش.
حاجة مثلا زي عندك ساعة ديجيتال طبعا البطارية بتاعتها تسحب تيار قليل قوي وإلا كل شوية تقف. الكالكوليتور أي تطبيقات وحاجات كده إلكترونية احنا بنهدف ان احنا نمينيمايز الباور كونسومشن طبعا مش كل الحاجات بقدر مينيمايز الباور كونسومشن لدرجة يعني بحيث ان يعني البطاريات تقعد مدة طويلة او كده, لكن بقدر الامكان يعني على سبيل المثال اللابتوب لو انت بتشتغل على اللابتوب كتير بتضطر تشحن كل كام ساعة صح ولا لا. اللابتوب بياخد باور كبير مش قليل يعني محدش يفتكر ان اللابتوب ده مثلا زيه زي الموبايل في جيبك, لا ده بياخد باور كبيرة يعني بشكل محسوس كده. حد عنده اي فكرة بياخد باور قد ايه كم وات يعني, او حد بص على النيم بليت اللي موجود بياخد كم وات اللابتوب بياخد كم وات محدش بص بياخد في رينج ال 100 وات 100 وات 100 وات ده باور مش قليلة يعني. لو قلنا ان المذر بورد دي بتشتغل على 5 فولت مثلا فال 100 وات معناها 20 امبير, مش حاجة بسيطة يعني. فاللابتوب بياخد باور كبير مش قليل. كل طبعا لو الديزاين ما كانش كويس يبقى باخد بدل بتاخد 100 وات تاخد 200 وات يبقى استهلاك بقى رهيب يعني. فالمهم ان احنا عندنا 3 اهداف للابحاث الالكترونيه: تقلل مساحات, تزود سرعات, تقلل الباور كونسومشن بقدر الامكان. ماشي. طيب قبل ما ندخل في الاوبريشن امبليفاير, انتوا درستوا الامبليفايرز العاديه. الامبليفاير العادي ليه 3 بارامترز رئيسيين, ايه هما؟ والايه اوتبوت امبيدنس وانبوت امبيدنس وفولتج جين, صح كده؟ تمام. الثلاثه بارامترز الرئيسيين بتاعت اي امبليفاير هما 3: فولتج جين وانبوت امبيدنس واوتبوت امبيدنس. جميل. طيب انا عايز الجين كبير ولا صغير؟ كبير قدر الامكان كبير. انا عايز الجين ماكسيموم. الانبوت امبيدنس عايزها كبيره ولا صغيره؟ زميلكم بيقول كبيره, موافقين ولا حد ليه راي مختلف؟ الانبوت امبيدنس يبقى كبيره ولا صغيره يا شباب؟ كبير. جميل صح. الاوتبوت امبيدنس صغيره بقدر الامكان. دول الثلاثه بارامترز الرئيسيين. لازم نفهم بقى شويه, هنقف هنا, انا هكتب الكلام ده طبعا دلوقتي, ونفهم ليه الاوتبوت امبيدنس صغيره وليه الانبوت امبيدنس تبقى كبيره. ده لازم نفهمه كويس ونبقى مستوعبينه وحاسين بيه واهميته. يبقى نكتب الحاجات دي. دول الثلاثة بارامترز بتوعي امبليفاير, تمام. والمطلوب في حاجات ماكسيمم وحاجات مينيمم. نفهم ليه حاجات ماكسيمم وليه حاجات مينيمم. بص شباب, انا اصلا بحتاج الامبليفايرز في ايه؟ بحتاج الامبليفايرز لما يبقى عندي سيجنال ضعيفه وعايز اكبرها, شيء منطقي جدا. يعني مثلا اشاره بتجيلك على الدش اللي في البيت قبل ما توصل للريسيفر تبقى دي ضعيفة جدا جدا جدا, فبالتالي لازم اكبرها عشان تعرف تتعامل مع هذه الاشارة بتتحول لك لصوت وصورة. ما هي يعني الاشارة اللي بتوصل على الدش دي ضعيفة للغاية يعني. انت بتعمل لها
يعني تو تايبس اوف امبليفيكيشن. على فكره لما يبقى عندك ديش اول حاجه بتكبر ميكانيكالي، تعرفين مساحه الديش دي بتروح على الفوكس. الفوكس ده في دايره اسمها ال ان بي لو نويز بري امبليفاير، يعني امبليفاير في النهايه، فهو بياخد الاشاره الـ على المسطح كله بتاع الديش ويركزها على نقطه، ده تكبير ميكانيكي الاول. وبعدين بتتكبر كهربائيا قبل ما تنزل في الاسلاك الى الريسيفر عندك تحت في البيت. جميل. انا لما باجي استقبل اي اشاره شباب بستقبلها من سورس. السورس ده بقى ممكن يبقى الديش، ممكن يبقى اريال، يبقى بتاع، يبقى اي حاجه. السورس ده بيمثل بالاتي، بيمثل بفولتج سورس ومقاومه داخليه. اي منبع شباب بيمثل كده. هتقول لي ازاي؟ هقول لكم الاتي، خليكم معايا. يعني مثلا انت دلوقتي كانك بتعمل الدايره بتاعتك ثيفنينز ايكويفالنت عند الاوتبوت، بتعمل لها ثيفنينز ايكويفالنت عند الاوتبوت، فطلع لها مقاومه وطلع لها فولت السورس. هتقول لي المقاومه دي جايه منين؟ هنمثلها لك بحاجات تانية كتير. اديكم مثال، الكهرباء العاديه اللي بتوصل لك البيت مثلا اللي هي المفروض جاي لك 220 فولت، كويس؟ الفولت اللي جاي لك ده جاي معاه مقاومه داخليه للشبكه. هتقولي جايه منين؟ هقول لك اه جايه من الكابلات اللي موصله لك الكهرباء، وجايه من الترانسفورمر اللي موجود في الشارع اللي بيوزع الكهرباء. فانت بتحس في البيت، انت طرفين الفيشه هما الطرفين اللي هما فوق وتحت، لكن مش اللي عند السورس، انت واخدهم على بعض. مثال تاني ممكن يبقى اكثر وضوح، البطاريه بتاعت العربيه مثلا او اي بطاريه ليها مقاومه داخليه، جايه منين؟ جايه من الحامض اللي موجود جواها بالاضافه الى البليتس اللي موجوده جوه البطاريه. البطاريه مكونه من بليتس بتاعت رصاص وحامض، الاثنين دول بيمثلوا مقاومه. فانت لما تيجي تقول البطاريه ليها مقاومه داخليه، ما هياش بيور، يعني البطاريه نفسها عباره عن كده. اطراف البطاريه الاطراف دي ما تقدرش تاخد من هنا، الاطراف كلها من هنا. المقاومه الداخليه بتاعت البطاريه داخله في الاعتبار، يعني دي متاخده في الاعتبار. طيب فاذا اي منبع عندي يا شباب له مقاومه داخليه، اي منبع بيجيب لك اشاره او بيجيب لك كهرباء او اي حاجه ليها مقاومه داخليه، كويس. ايه علاقه الكلام ده بالامبليفايرز بتاعنا؟ هنقول بص يا انا دلوقتي لما يكون عندي السورس اللي جايب لي الاشاره ودخل على امبليفاير، الامبليفاير ده ليه انبوت امبيدنس، فالفولت الانبوت اللي جاي هنا ده بيساوي ايه؟ في انبوت ده بيساوي في اس في في زد انبوت على ار اس زائد زد انبوت. يبقى انا لو عايز الفولت اللي يدخل الامبليفاير اكبر ما يمكن، يبقى زد انبوت تبقى كبيره ولا صغيره؟ ها؟ اكبر ما يمكن. لان دي ممكن تكتبها كده. تمام؟ فانا عايز زد انبوت دي اكبر ما يمكن، عشان تاخد في انبوت اكبر ما يمكن. طب انا عايز مين بوتاج برامج كل ليه؟ لان دي اصلا اشاره ضعيفه، فانا مش عايز اهدرها في ان جزء منها يضيع، فانا عايز الفولت اللي يدخل على الامبليفاير يبقى اكبر ما يمكن، عشان الاوتبوت بتاع الامبليفاير بتاخد انت السيجنال دي اللي هي الفي انبوت دي تضربها في الفولتج جين، فانا عايز الاوتبوت يبقى اكبر ما يمكن،
قدر الامكان. فانا عايز زد انبوت دي كبيره، عايز زد انبوت دي كبيره كويس. لو انا بقى حاطط اكتر من مرحله في امبليفاير تاني هنا، سمي ده امبليفاير 1 وده امبليفاير 2، بص شباب هنا بقى ايه الايكويفالنت سيركت اللي موجوده هنا. الايكويفالنت سيركت عند الاوتبوت بتاع الامبليفاير الاولاني كانها بتجيب سيفيرنس ايكويفالنت ما بين طرفين الاوتبوت، فيطلع عليها فولت سورس ومقاومه، في فولت سورس ومقاومه. المقاومه دي هي اللي احنا بنسميها الاوتبوت امبيدنس بتاعت الامبليفاير. يعني لما تيجي تاخد سيفيرنس ايكويفالنت عند الاوتبوت يبقى كان عندك في سورس جديد جاي منين؟ جاي من الفولتج جين مضروب في الفي انبوت الاولاني. يعني انا عندي في في انبوت هنا سميها في انبوت 1، وفي عندي هنا في انبوت 2. هنا انا شايف ايه بقى؟ شايف كده الار اوتبوت بتاعت المرحله الاولى مع البي اس، الفي اس بتاع دي اللي هي اي في في الفي انبوت 1. تمام، ده ناتج المرحله الاولى. وداخل بقى على المرحله الثانيه هنا، دي زد انبوت 2 مثلا، دي زد انبوت 1، دي زد انبوت 2. فهنا الـ V input 2 بيساوي الـ AV في V input 1 مضروب في Z input 2 على R output زائد Z input 2. فانا عشان اماكسمايز الانبوت اللي دخل للمرحله الثانيه عايز الزد اوتبوت ده يبقى ايه؟ مينيموم ولا ماكسيموم؟ ها شايفين ايه؟ انا عايز اماكسمايز في انبوت 2، يبقى عايز ار اوتبوت تبقى ايه؟ ها مينيموم، لان هي في المقام انت عايزها مينيموم. فيبقى انا دلوقتي فهمت ليه الزد انبوت انا عايزها كبيره وليه الزد اوتبوت انا عايزها ايه؟ عايزها صغيره. لان عاده الامبليفايرز هم مالتي ستيج مش وان ستيج، كذا مرحله ورا بعضها، كذا مرحله ورا بعضها. معايا يا شباب؟ طيب انا هربط دي بظاهره ثانيه يمكن يكون بعضكم يعني تطرق ليها او شافها او اي حاجه. هسال سؤال بعيد عن الامبليفايرز شويه بس في نفس الكونسبت ده. لو قست باستخدام فولت ميتر الفولت بتاع اللي جاي عند الفيشه بتاعت البيت عندك يوم الجمعه الصبح وقست الفولت يوم الجمعه بالليل، تفتكر الفولت ده اعلى الصبح ولا بالليل؟ طبعا ال 220 ده بنسميه النومينال فاليو، دي القيمه الاسميه. عمليا ما بيبقاش 220، ممكن تلاقيه 215، ممكن 210، ممكن 225 وهكذا. يعني مش كونستنت زي ما انت متخيل، مش كونستنت. فتفتكر لو قست الفولت يوم الجمعه الصبح وقست الفولت يوم الجمعه بالليل مين اللي فيهم الاعلى؟ ها؟ حد فكر في القصه دي خالص قبل كده؟ ها؟ ها؟ حد عنده اي رؤيه للقصه دي؟ بالليل اكثر ولا الصبح اكثر الفولت؟ اتفضل.
الصبح ايه؟ مش سامعك كويس. لا مش شرط. لا انا بتكلم بصفة عامة. بتاع بالليل اكتر ولا بتاع بالصبح اكتر؟ الفولت. ها؟ وضع ايه؟ محدش فكر في القصة دي خالص قبل كده. بص يا باشا. الفولت اثناء اليوم ما هو ثابت. يعني 220 دي مش ثابتة يعني. يعني ما تقدرش تحلف عليها انها 220، لا مش صحيح. ممكن تلاقي 221، 225، 217، 212، كل ده وارد. و اللي مش مصدق ممكن يجرب النهارده يروح يقيس في البيت. يقيس صبح وبالليل. بصوا يا شباب، الفولت الصبح اكتر من الفولت بالليل. ليه؟ انا فاهم. ليه علاقه باللي بنقوله؟ ليه علاقه باللي بنقوله؟ ازاي؟ اقول يا شباب، في اس دي اللي هي نظريا 220، في اس دي هي نظريا 220. الفولت اللي انت بتقيسه هو على الاطراف دي، دي ده ما تقدرش تقيسه، لان ده بتقيس بعد ما الشبكه جابت لك الكهرباء في البيت، فانت بتقيس دي. بص يا شباب، هنا الفولت ده في بيساوي في اس ناقص اي في ار اس. صح كده؟ طيب اي ده اللي هو ايه؟ التيار اللي مسحوب. التيار اللي مسحوب بالليل اكتر ولا الصبح اكتر؟ ها؟ لا مش عايز السؤال يعني. ها؟ التيار المسحوب، المسحوب من الشبكة الكهربية، الصبح أكتر ولا بالليل أكتر؟ ها؟ دي عايزة خلاف لي؟ ها؟ بالليل ولا الصبح؟ ها؟ بالليل؟ طب بالليل؟ يعني بص، أنت الصبح في البيت عندك سحب الكهرباء اللي عندك جاي في ايه؟ التلاجة اللي ممكن تبقى شغالة، يجوز راديو تلفزيون بتاع حاجة زي كده وخلاص. التيار اللي مسحوب قليل جدا، لكن بالليل هتلاقي مثلا تكييفات شغالة، تلفزيون شغال، إضاءة، أنوار شغالة، وحاجات كتير بالشكل ده. فعموما سحب التيار بالليل أكتر، صعب التيار بالليل اكتر، وبناء عليه بناء عليه يبقى الفي اللي هو بيساوي في اس ناقص اي في ار اس. الاي كل ما يكبر الفولت ده يقل، كل ما التيار يكبر الفولت يقل. طبعا التيار بيكبر ليه؟ لان في احمال كتير اشتغلت. يعني كان الصبح بدري مفيش تكييف شغال اشتغل، ما كانش فيه انوار اشتغلت الانوار، وهكذا. انت لما بتعمل تشغيل جديد كان ار ال دي عمال تحط لها برر الحاجات. يعني الصبح ار ال دي عباره عن بتمثل التيار اللي مسحوب في الثلاجات وبس. تيجي بعد شويه فتحت مراوح، كان ار ال دي، يبقى ار ال عماله بيحصل لها بتزيد ولا بتقل؟ ها؟ بتقل، لانك بتحط بارلل. كل ما بتشغل لود كانك حطيت بارلل مع اللود الاصلي. معايا؟
انا بتكلم كلام غريب ولا ايه؟ كل ما بتشغل حاجة كده ار ال عماله بتقل. يعني تخيل مثلا انت عندك فيشة في البيت كانت شغال عليها اباجور، رحت حاطط فيها كمان مروحة، رحت حاطط فيها كمان راديو او تلفزيون، فكأن ار ال عماله بتقل، لان كلهم واخدين من نفس الفولتج، فكله داخل بارل، فالفولت كل شوية بيقل لانك بتسحب طيار اكتر. كل ما الاي دي تكبر كل ما الفولت يحصل له ايه؟ يقل. ده بيسمى لودنج افكت. ده بيسمى لودنج افكت، يعني انت كل ما تحمل اكتر كل ما الفولت يحصل له ايه؟ ينقص. كلمة حمل في الكهرباء تعني مقاومة ولا تعني طيارة؟ ها؟ كلمة حمل، حمل كهربي، ها؟ تعني طيار ولا تعني مقاومة؟ ها؟ اللي يقول طيار ارفع ايده واللي يقول مقاومة ارفع ايده. ها؟ كلمة حمل معناها طيار أكتر ولا مقاومة أكتر؟ ها؟ إيه مالكوش رأي في الموضوع؟ ها؟ معناها إيه؟ مقاومة أكبر، حمل أكبر يعني مقاومة أكبر. ها؟ وأنت؟ مقاومة أكبر؟ قول طيار أكبر. الصح أن كلمة حمل كهربي معناها طيار أكبر، طيار مش مقاومة. أنا عايز أقول لكم هقولك حاجة، الفيشة اللي عندك في البيت وأنت مش موصل أي حاجة عليها، أنت مش موصل أي حاجة عليها، بنقول على الحالة دي حالة ايه؟ نو لود. حالة ايه؟ نو لود، مفيش حمل. التيار المسحوب هنا بيساوي كام؟ صفر. المقاومة كام؟ ما لا نهاية. يعني فيشة مش بتحطوا عليها حاجة. المقاومة كام؟ ما لا نهاية. فالنو لود معناها مقاومة كبيرة جدا. وتيار صفر. فدي بيسميها نو لود. يعني نو لود معناها مفيش طيار مسحوب. بكلمة اللود يعني طيار. عشان كده حد يقول لك ايه؟ التكييف ده بيحمل جامد على البيت. يعني بيسحب طيار كبير. يعني بيسحب طيار كبير. ده معناه. بكلمة لود كهربي يعني كرنت. لود معناه ايه؟ كرنت. فانا دلوقتي كل ما احمل على اي منبع من المنابع كل ما احمل اكتر، يعني كل ما اشغل احمال اكتر الفولت ينزل. ليه؟ لان الكرنت اي ده يزيد، لان ار ال بتقل، لان الار ال عمال تزود احمال فار ال عماله تنقص تنقص تنقص، فالتيار المسحوب بيزيد. واضح الكلام ولا في صعوبه؟ ها؟ فاللودنج افكت معناه هبوط الفولت بتاع السورس مع التحميل مع وجود احمال تسحب تيار كبير. معايا يا شباب؟ يبقى دلوقتي كلمه لود يعني كرنت. معناها انا كان متهيألي ان المفروض ان المبادئ دي تكون راسخه في ذهنكم السنه اللي فاتت. يعني لود معناه كرنت. جميل. يبقى دلوقتي يا شباب كل ما احمل اكتر على اي منبع من المنابع كل ما حمل اكتر الفولت بتاعه ايه؟ يهبط. المنبع الوحيد اللي ما يهبطش الفولت بتاعه مع التحميل اللي مقاومته الداخليه ار اس صفر. لو ما فيش ار اس طبعا ده مش موجود. يعني ما فيش اي منبع من المنابع ار اس بتاعته تساوي صفر. ما فيش الكلام ده. طبعا برضو بالمناسبه ان في ابحاث كبيرة كتيرة جدا شغالة على حاجة بيسموها سوبر كوندكتور.
سوبر كوندكتور يعني مقاومته بتساوي صفر. معناها مقاومته ايه؟ تساوي صفر. هل توجد ماتيريالز المقاومه بتاعتها تساوي صفر؟ ايوه يوجد. بس الماتيريالز دي عشان تديك مقاومه صفر بتشتغل عن درجه حراره ناقص 100. طبعا دي درجه حراره منخفضه جدا غير عمليه. لكن الابحاث بينت هذا الكلام. طبعا ما زال الناس شغاله في ابحاث عشان يوصلوا للسوبر كوندكتور في درجه حراره عاديه. طبعا انتوا مش متخيلين لو اتوجد الاختراع ده الدنيا يحصل فيها ايه. اول حاجه معناها ان ممكن يبقى عندك سلك رفيع جدا ويشيل طيار زي ما انت عايز. ده معناه كده ان مقاومته بتساوي كام؟ بتساوي صفر. مقاومته بتساوي صفر فيقدر ياخد اي طيار مفيش مشكله عنده، لا هيسخن ولا بتاع ولا اي حاجه. معناها ان كابلات الكهرباء اللي جايب لنا كهرباء مثلا من اسوان لغايه هنا ولا من اي حته تبقى رفيعه جدا. معناها كده طبعا لغايه دلوقتي عند درجه حراره عاديه مش موجوده هذا النوع، غير موجود. طيب يبقى فهمنا كلمه لودنج افكت، وفهمنا ليه الانبوت امبيدنس لازم تبقى كبيره وليه الاوتبوت امبيدنس لازم يبقى ايه؟ صغير. تمام. برضو معلومه اساسيه كده يعني مش بتاعت الكورس بس دي معلومه اساسيه، ان انت ما تقدرش تنقل اي نوع من انواع الطاقه من مكان لمكان الا لو حولتها الى شكل كهربا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص شباب، يعني احنا عندنا مثلا عند اسوان في محطه توليد كهرباء، الطاقه اللي موجوده عند السد العالي طاقه ميكانيكيه، ده ميه نازله من ارتفاع كبير طاقه ميكانيكيه. هل الطاقه الميكانيكيه دي تقدر تنقلها كطاقه ميكانيكيه لاماكن اخرى داخل الجمهوريه؟ تنقلها ازاي؟ عشان تنقلها لازم تحولها الاول لايه؟ كهرباء. تزرع توربينات والتوربينات تشغل جنريتور والجنريتور يولد كهرباء وبعدين تنقل الكهرباء. فاللي بيمشي عندك دايما الكهرباء، لكن ما تقدرش تنقل اي نوع من انواع الطاقه الاخرى. لو عندك حراره تنقلها ازاي؟ مفيش. حاجه ميكانيكيه تنقلها ازاي؟ لازم الاول تتحول لايه؟ الكهرباء. نفس الكلام في اي حاجه تخص الكوميونيكيشن. في الكوميونيكيشن انت بتنقل المعلومات اللي بتنقلها في الكوميونيكيشن هي ايه؟ صوت، صوره او داتا، غالبا هم دول. يعني اي حاجه من دول عشان تتنقل لابد من تحويلها الاول الى ايه؟ الى اشاره كهربائيه. يعني دلوقتي انا بتكلم مثلا عشان صوتي يوصل لاخر المدرج فانا ماسك الميكروفون، الميكروفون ده عمل ايه؟ ده عمل ايه وظيفته؟ ها؟ ايه؟ علي صوتك كويس. حول صوتي الى ايه؟ كهرباء، اشاره كهربائيه. وبعدين في هنا الجهاز اللي هنا ده شغلته ايه؟ يكبر امبليفاير. الاوتبوت بتاع الامبليفاير رايح فين؟ سماعات. سماعات عملت ايه؟ ها؟ الالكتريك سيجنال اتحولت لايه؟ لصوت. تمام. فبص شباب، عشان تنقل اي شيء لابد انك تحوله لكهرباء ويمشي وتعمل شغل عليه وهو كهرباء، وبعدين في النهايه خالص تقلبه الى الشكل المطلوب ليه. تاني، انا الصوت بتاعي عن طريق الميكروفون تحول لاشاره كهربائيه، اتكبر عن طريق الامبليفاير، ماشي في الاسلاك لغايه مين؟ لغايه السماعات. سماعات عملت ايه؟ قلبت الاشاره الكهربائيه الى ايه؟ الى صوت مره اخرى. فاذا انا صوتي نفسه ما مشيش، اللي مشي هو مين؟ الاشاره الكهربائيه. ده ما فيش اي حاجه في الدنيا بتتحرك الا كده، لابد من تحويل الشيء الى كهرباء
وبعدين تمشي الكهرباء وبعدين تقلب مرة أخرى. غير كده ما ينفعش. غير ما ينفعش. ولذلك ليس هناك أي فايدة للكهرباء غير أنها بتنقل الطاقة. لا يوجد تطبيق للكهرباء ككهرباء إطلاقا. يعني هل أنت بتستخدم في أي أبليكيشن فولت وأمبير؟ لا. الكهرباء بتوصل لك في البيت تتحول إلى إضاءة أو تتحول إلى صوت وصورة في التلفزيون أو تتحول لميكانيكال إنرجي في التكييف أو التلاجة أو تتحول لهيت عن طريق الماكرو مثلا. فأنت لازم تاخد الكهرباء كطاقة وتحولها للصورة اللي أنت عايزها. فإذا الكهرباء نفسها في حد ذاتها ملهاش أي أبليكيشن في الكهرباء. لابد من تحويلها إلى إيه؟ إلى صورة أخرى. ممكن تكون هي أصلا كانت موجودة في صورة أخرى. يعني المحطة اللي عند السد العالي الطاقة اللي موجودة طاقة ميكانيكية. طب أنا عايز طاقة ميكانيكية في المصانع، بس ما تقدرش تاخد الطاقة الميكانيكية دي تبعتها للمصانع مرة واحدة. ما ينفعش. فبتحولها الكهرباء تمشي وبعدين تاخد أنت منها اللي أنت عايزه. ده مبدأ أساسي أوي. لا يوجد تطبيق للكهرباء ككهرباء إطلاقا. لابد من تحويلها إلى إيه؟ صورة أخرى. تمام؟ ماشي. نرجع بقى للإيه؟ نشوف بقى إيه قصة الإيه؟ الأوبريشنال أمبليفاير. كان بقى عن الأوبريشنال أمبليفاير. الأوبريشنال أمبليفاير يا شباب، الأوبريشنال أمبليفاير هو عبارة عن مالتي ستيج أمبليفاير. يعني امبليفاير مكون من مالتي ستيج كلهم داخل انتجريتد سيركت واحد، يعني كلهم داخل حاجه صغيره قوي كده ليها 8 رجلين. هو ده الاوبريشن امبليفاير. كل اللي جواه اللي هي ترانزستورات مقاومات دايودز مش عارف ايه كله جوه الانتجريتد سيركت. ماشي. فهو مالتي ستيج امبليفاير. هكتب الكلام ده. طبعا المرحلة الأولى بتاعته احنا اتفقنا ان احنا عايزين ايه؟ الاوبريشن امبليفاير يكاد يكون امبليفاير مثالي. فالامبليفاير المثالي الجيم بتاعه كبير قوي وزد انبوت بتاعته كبيرة وزد اوتبوت بتاعته ايه؟ صغيرة جدا. فبيتعمل كل الكلام ده داخل انتاجية سيركت واحد. ماشي؟ طيب ده عبارة عن مالتي ستيج امبليفاير. هكتب كده. المرحلة الأولى بتصمم بحيث إن يبقى الجين بتاعها صغير بس الإنبوت إمبيدنس بتاعتها إيه؟ كبيرة جدا. الإنبوت إمبيدنس إيه؟ كبيرة جدا. المرحلتين التانية والتالتة الجين بتاعهم عالي. المرحلة الرابعة أساسها إن تبقى الأوتبوت إمبيدنس بتاعتنا منخفضة. الكلام ده أنتوا خدتوا فكره عنه السنه اللي فاتت. خدتوا حاجه اسمها الكومن ايميتر وحاجه اسمها الكومن كوليكتور، صح؟ كويس. الكومن ايميتر الجيم بتاعه عالي ولا منخفض؟ عالي. الكومن كوليكتور ها؟ الكومن كوليكتور الماكسيموم بتاعه واحد. الكومن كوليكتور الماكسيموم بتاعه واحد. ماشي؟ لكن ايه الميزه في الكومن كوليكتور؟ ليه؟ الجيم بتاع الستيج الاولانيه هينزل. انت بتضربه في كسر عاده، يعني الجيم بتاع المرحله الاخيره ده كسر. لكن ايه ميزته؟ الار اوتبوت صغيره، صح؟ الكومن كوليكتور الار اوت بتاعته صغيره وزيك بخليه اخر مرحله. معايا؟ يعني الار اوت بتاعته صغيره جدا فبالتالي انا بخليه في اخر مرحله عشان يديني اوتبوت امبيدنس ايه؟ صغيره جدا. الانبوت امبيدنس الكبيره بجيبها من اول مرحله. بصممه بحيث الانبوت امبيدنس تبقى كبيره.
يبقى الحاله الاولى بتصمم بين بوتنفينس كبيره وجين صغير. الجين مش مهم، اثنين ثلاثه مش مهم. المرحلتين الثانيه والثالثه الجين بتاعهم عالي. المرحله الرابعه بتديني اوتو تنفينس ايه صغير. نكتب الكلام شباب. هذه المكونات الداخليه بتاعه الفريش امبليفاير، مثلا اربع ستيجز بالشكل ده. المرحله الاولى بتصمم انها تدي جين صغير، مش مهمناش الجين قوي، يعني خمسه ده مجرد يعني مثال، ممكن يبقى اثنين ثلاثه اربعه، اكتر شويه اقل شويه مش مهم، لكن الجين مش كبير. بس الانبوت امبيدنس كبيره، ما تقلش عن 1 ميجا، ما تقلش عن 1 ميجا اوم. الثاني والثالث الجيم بتاعهم عالي، مثلا 20 و 30 مثلا. الثالث بيتصمم عشان تاخد اوتو امبيدنس صغيره، والجين ممكن يبقى اقل من 1، زي 9 من 10، حاجه زي كده. اللي انا رسمه تحت ده المثلث الكبير ده الرمز بتاع الاوبريشن امبليفاير. الاوبريشن امبليفاير بيترسم بخمس اطراف، طرف اسمه اوتبوت، طرفين للسب، في سب اثنين سبلاي في سي سي وماينس في سي سي. طبعا ممكن يبقى في كثير من التطبيقات في سي سي وارض، لكن ممكن في بعض الاحوال بيبقى بوزيتيف نيجاتيف. في طرفين للانبوت، طرف اسمه انفيرتنج امبليفاي انفيرتنج تيرمينال، وطرف اسمه نون انفيرتنج تيرمينال. نون انفيرتنج تيرمينال يعني لو دخلت الفولت عليه الفولت يطلع بنفس الاشاره بتاعته، دخلت بوزيتيف يطلع بوزيتيف، نيجاتيف يطلع نيجاتيف. الانفيرتنج يقلب الاشاره، يعني لو دخلت بوزيتيف على النيجاتيف بوزيتيف فولتج يطلع لك نيجاتيف فولتج، وهكذا. هنشوف الكلام ده بعد شويه. طيب هنا بقى التركيبه دي بتاعت الاوبريشن امبليفاير بتطلعني ب تو بيزك كونسبت بتطبق في حاله كل الاوبريشن امبليفاير، وهي ايه الاتي. خليكم معايا، هنحسب التوتال جين بتاع الامبليفاير ده، نشوف هو كام، وبعدين هنشوف الاوت اوف فولتج. ده التوتال جيم بتاعنا لو حصل ضرب الجيم بتاع مراحل مختلفة على سبيل المثال يعني، فده يطلع 2700 مثلا. الجيم بتاعك 2700، كويس؟ عموما كل الاوبريشن امبليفايرز الفولتج جيم بتاعها مينيموم 1000 وماكسيموم من لغاية 100000. بص شباب، لو انا حطيت انبوت سيجنال وباخد اوتبوت، فانا عندي الاوتبوت بيساوي
في يموت. الأرض الشباب أقصاها هو البي سي سي. الفي أوت ماكسيمم يساوي في سي سي. والماكسيمم فاليو بتاعت الفي سي سي في أي أوبريشن من فاير لا يمكن يزيد عن 15 فولت. ده هو كام؟ 15 فولت. ده الأوتبوت لا يمكن يزيد عن كده. الأوتبوت من المعادلة دي أنا أقدر أقول إن في إنبوت ماكسيمم يساوي في أوتبوت ماكسيمم على الـ AV مينيمم. الماكسيمم أوتبوت 15 فولت. المينيمم جين 1000. فده معناه ان في انبوت ماكسيمم دي 15 من 1000 فولت. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الاوبريشن امبليفاير بيخلي التو تيرمينالز بتوع الانبوت شغالين تقريبا عند نفس الفولت. يعني ايه؟ يعني مثلا لو الفولت بتاع النقطه دي 2 فولت يبقى النقطه دي 2.15 من 1000. ده بالغصب لان الجين العالي ده بيكبر كده. معايا يا شباب؟ فده اول كونسبت عندنا ان التو انبوت تيرمينالز التو انبوت تيرمينالز لازم يبقوا شغالين عند نفس الفولت عمليا. فرق واحد من 1000 ولا كم؟ ده كلام فارغ يعني. ده اول كونسبت. الكونسبت الثاني ايه معنى الكلام ده؟ هنشوفه طبعا مع التطبيقات اللي هتبقى المره الجايه في الغالب. الحاجه الثانيه ان انا ايه؟ الكرنت اللي بيدخل جوه الاوبريشن امبليفاير يساوي في انبوت على زد انبوت. طب في انبوت قلنا الماكسيمم بتاع 15 من 1000 يعني اي انبوت ماكسيمم يساوي في انبوت ماكسيمم على زد انبوت مينيمم. فده 15 من 1000 وده مينيمم 1 ميجا يعني 10.6 اوم اللي هي 1 ميجا. فده معناه ايه؟ دي بتساوي 1.5 في 10^8 يعني 15 نانو امبير. يعني اقصى تيار يدخل جوه الاوبريشن امبليفاير ما يزيدش عن 15 نانو امبير. طبعا ده تيار صغير جدا. ولذلك يبقى المبدا الثاني ان الانبوت كارنت اللي بيدخل جوه الاوبريشن امبليفاير نيجليجبل. المبدا الثاني ان الانبوت مش هناخده في الاعتبار. الانبوت كارنت اللي بيدخل جوه الاوبريشن امبليفاير
مش هناخده في ذات الوقت، هيبقى فيري سمول. طبعا ده بشرط ان كل الكرنت الاخرى تبقى اكبر بكتير من النانو امبير. يعني مثلا لو هي في الملي امبير يبقى النانو امبير بالنسبه لها مهم. المبدئين دول اللي هنبتدي ان شاء الله المره الجايه نطبقهم على الابلكيشنز بتاعت الايه الاوبريشنال امبليفاير. هنبدا المره الجايه نطبق المبدئين دول. اتفضل. كده تسجل كويس.